مشكل السلطان سمعته بالحين زوجة السلطان مع سلطان بن نبي أحمد بن عبد الله فتحت لي الباب وقالت يا إنسان عرض حجرك قال لها بسم الله أعطته تاج فيه خزنة من الذهب نطقت لي قالت له راه غناك الله غناك الله خذوه في محبة النبي خذوه في محبة النبي رسول الله من الستاش تاجر صار فرحان صار فرحان راح لبلاد وغني قال لي مولا باع ياقوتة منو يا الفطان يا الفطان رد بيهم جميع ما باع عوشة ليه مكان ليه مكان ارجع كبير التجار ولا كان سيما والعشيقة قالت إذا سقسني السلطان إذا سقسني السلطان وقول له يقول لي أين تجد يقول لي أين هو تاجك صادق نقول له اهديه بسبب شفيعنا المختار لا غنى يشفع فينا يا يوم الحساب والثور يا إذا تقتلني الموت ما بيها عار ما بيها عار هديك زيني وشبابي للنبي المبرور السلطان كان عشقه في الفرجة مع زوجته الباهية مولاة التاج معشوق في زين عشقه والفرجة معشوق في زين عشقه زين الفرجة واحد اليوم قال ليها يا عن هامج لبسي تاجك مع الكسوه راني نرجع ننظر في باب ما تنزهي الغلاج قالت له يا سلطان اللي صدقي نجا التاج هديه للرسول طه ابو ذهاب إذا تقتلني اهديت روحي والمهجة وإذا تسمحني يخلصك سيد للتاج سيد للتاج وحكم أن هات لي سمعها اهدات التاج قال لي ها يا العشيقة راح تجي ما نقتلكش نقطع عينك كيفاش تحتاج
الحاج بالسوق عند الرجول جبنا بمصارب سيلة عند السلام الحرار راضية بالقسمة وتقول يا الغفور لا تخيب ظني يا بلا الستار في محبة حبيبك يا عظيم تاجر من مصر فكر وين الباب لهو رب الكريم وقال نمشي لباب الشام قوم سلعة وجاب الشام مروان بالسلوع مقيومة بعدين وخلت الباب نهار وصل للمدينة وين الباب خرج للسوق كاين غير بنيان عند السناج صاب العشقة تغار ملكي تعقلوا خاطروا بها نشرب زاد العنده وخاطبها بكلام ردتني السلام وجبته بكلام Thank you.
شبد الحزن بالفرح يا الخمار.